بالنسبة لصلاة الليل لا بد من المحافظة عليها، مثلا مثل الصلوات الخمس، فأنا مثلا أقوم أحيانا مبكرا وأحيانا أقوم عند الأذان، فهل علي إثم في ترك الصلاة خلال الأيام التي أقوم فيها متأخرا ولم أصلها؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الليل مستحبة وليست واجبة، ومن تركها فلا حرج عليه، ولكن فيها فضل عظيم وفيها تعرض لرحمة الله ونفحات الله في آخر الليل. صلاة الليل من أفضل صلوات التطوع، وينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يداوم عليها ولو بقدر يسير، وإن أكثر من الصلاة في الليل فهذا أفضل، ولكن لا يترك قيام الليل ولو بقدر يسير يداوم عليه مع الوتر، ليشارك في هذه العبادة العظيمة وليحضر هذا الموسم العظيم ثلث الليل الآخر، وقت النزول الإلهي ووقت النفحات، مشاركة المتقين الذين قال الله تعالى فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فيجعل له نصيبا من قيام الليل ولو قل ويختمه بالوتر. كل ما تأخر من آخر الليل فهو أفضل، وإن كان في جوف الليل أيضا ففيه فضل عظيم، ولكن إذا طلع عليه الفجر ولم يستيقظ فلا حرج عليه، وإذا كان ناويا للقيام ولكن غلبه النوم فإنه يكتب له أجر المصلي، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي على النية الطيبة والقصد الحسن ما يعطي على العمل إذا تركه الإنسان وقد نواه لعارض عرض له من الأعذار كالنوم الذي غلبه فإنه عرف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. كثر سؤال الناس عن صلاة الليل، لعل لهذا تفسيرا عندكم، جزاكم الله خير. هذا يدل على خير، كثرة السؤال عن صلاة الليل هذه بشرى تدل على خير ورغبة من الناس، رغبة منه في العمل الصالح وإحياء السنن واغتنام المواسم الطيبة، فهذا يدل على خير ويبشر بخير، ولأن من حرص على قيام الليل فإنه يحرص على الفرائض من باب أولى. على كل حال هذه علامة خير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.